بمناسبة إن مفيش حد بيهتم بيه، فأنا جيت النهاردة عشان أديله الاهتمام، وده عشان الاهتمام ما بيطلبش. فيتامين إيه محدش مديله اهتمام ولا بيتكلم عنه ومديله حق. كل المرتبط بفيتامين إيه أو اللي اتكلم عنه هو ربطه بس بالجلد والشعر، لكن فيتامين إيه ليه أهمية أو ليه وظائف كبيرة وكتيرة جدا جوا الجسم، ما بين الأعصاب والمناعة والخصوبة وبرضه الجلد والشعر، وكمان صحة القلب وكمان النظر وحاجات تانية كتير جدا. فالنهاردة زي ما احنا متعودين هنتكلم عن فيتامين إيه بالترتيب اللي احنا متعودين عليه، وهنعرف أول حاجة إيه هي وظائف فيتامين إيه في الجسم، تاني حاجة إيه هي المصادر اللي ممكن تاخد منها فيتامين إيه، تالت حاجة نسبته المطلوبة ليك قد إيه في اليوم، ورابع وآخر حاجة هل هو بيزيد أو بينقص ولا لأ. فيلا بينا نعرف ده كله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وفي احسن حال. ده فيديو من ضمن فيديوهات سلسلة فيتامينولي، واللي هتلاقيه اي فيتامين انت بتفكر فيه هتلاقيه في السلسلة دي، اللينك بتاعها تحت وهتلاقيها برضو على علامة الاي اللي فوق. زمان لقوا مركب في الزيوت النباتية، والمركب ده كان مهم جدا لخصوبة الفئران، والمركب ده اسمه توكوفيرول، واللي اطلقوا عليه فيما بعد فيتامين اي او فيتامين ه، واللي معنى كلمة توكوفيرول دي معناها النسل. وتوكوفيرول ده فيه مني اربع اشكال، لكن اهم شكل او اهم جزء منهم اللي هو مفيد للإنسان واللي بيعتمد نسبة أخذك لفيتامين إيه على النوع ده اللي هو ألفا توكوفيرول. طب إيه هو دوره المحدد أو المميز اللي في الجسم، أو بمعنى أصح وأشمل إيه هي الوظائف المهمة أو المرتبطة بفيتامين إيه؟ أول حاجة المناعة. فيتامين إيه مهم إنه بيساعد في إنتاج الخلايا المناعية تي. خلايا المناعية تي مهمة جدا لجهاز المناعة، لأنها بتقاوم الخلايا الضارة وبتدمر الخلايا المصابة بالعدوى، كمان إنها بتنشط باقي أجزاء جهاز المناعة، فده من اهميتها. عشان كده بتلاقي ان الناس اللي عندهم الاتش اي في، مرض نقص المناعه، عندهم مشكله في الخلايا المناعيه تي، نوع معين من الخلايا المناعيه دي، وبالتالي جهاز المناعه بتاعهم بيضعف. فيتامين اي مهم جدا او اداه مهمه جدا انها بتحافظ على مستوى المناعه القوي وبتمنعه من الامراض ومن العدوى المنتشره. تاني حاجه من وظائف فيتامين اي اللي مهضور حقه واللي هو مضادات الاكسده. فيتامين اي من اقوى مضادات الاكسده، ومعنى مضادات الاكسده انها حاجه بتواجه او بتقاوم الشوادر الحره، والشوادر الحره دي بتاثر على الخلايا وعلى الدي ان ايه، وبتحصل لها حاله من التدهور، ومع التدهور ده بيبدا تظهر الامراض مع تطور العمر ومع كبر السن. ففيتامين اي بيمنع الشوادر الحره دي، وبالتالي بيحافظ على الخليه بالشكل السليم بتاعها. وهتلاقيني هنا في القناه متكلم عن 10 اطعمه فيهم كميه كبيره من مضادات الاكسده، وبالتالي بيحافظوا على جسمك. هسيب لك لينك الفيديو تحت وكمان في علامه الاي اللي فوق. ثالث حاجه من الوظائف المهمه جدا لفيتامين اي في الجسم واللي هو الخصوبه. فيتامين اي مرتبط بشكل كبير على حد ما بتسمعه بالجلد والشعر، لكن برضه بينسوا حته الخصوبه دي، لذا يسمى في بعض الاحيان بفيتامين الخصوبه، لان الخصوبه سواء عند الراجل او عند الست، لانه عمليه الاباضه وحركه الحيوانات المنويه وكمان الاخصاب مرتبطه بمستوى فيتامين اي في الجسم. رابع حاجه من فوائد فيتامين اي واللي هنرجع لها زي باقي الناس واللي هو للجلد والشعر. فيتامين اي ايه مهمته للجلد وايه مهمته للشعر؟ نبدا بالجلد. بالنسبه للجلد فهو بيحافظ على الجلد من التاثير السلبي لاشعه الشمس، اللي هو الاشعه الضاره من اشعه الشمس، وكمان بيحافظ على الجلد من الالتهاب اللي ممكن يحصل بسبب اي شكل من اشكال من الامراض. يعني مثلا لو حب الشباب ملتهب فهو بيقلل من الالتهاب، كمان انه بيقلل من التجاعيد، بيحافظ على نضاره ونعومه البشره ورطوبتها. فعشان كده بتلاقي ان اغلب المستحضرات التجميل جزء كبير منها من المستحضرات دي اللي هي بتحافظ على الجلد او بترطبه فيها فيتامين اي. وبالنسبه للشعر فهو بيحسن من فروه الشعر والشعر ككل، وفي دراسه عملوها في 2010 لقوا ان الناس اللي بتستخدم فيتامين اي كمكملات غذائيه، يعني هو مكمل فيه فيتامين اي، بيساعد في ان الشعر ينمو تاني للناس اللي بتعاني من تساقط الشعر. بالنسبه للاعصاب فهو مهم جدا جدا، لانه بيقلل من عرضه الاصابه وامراض زي الزهايمر والشلل الرعاش والتصلب الضموري وغيرها من الامراض المتعلقه الأعصاب، فهو مهم بكل شكل من الأشكال للأعصاب. طيب من هنا خلينا نروح نعرف إيه هي المصادر، لأن ما يصحش نقول إن فيتامين إي بينقص أو بيزيد من غير نعرف ناخد منين الفيتامين ده أصلا. إحنا متعودين إن أي فيتامين اللي بيكون ليه مصدر نباتي ومصدر حيواني، ومتعودين إن الفيتامينات اللي خدناها اللي هي الفيتامينات اللي بتخزن في الدهون إخواته اللي هم الدي والأي والكي، بيبقى المصدر الحيواني هو الأقوى ليهم أو هو المصدر الغني بيهم. بس الفيتامين إي بالذات المصدر النباتي هو المصدر الغني بيهم بشكل كبير جدا، غني بالفيتامين
فيتامين ايه. يعني ايه برضو؟ عندنا النباتات او زيوت النباتات زي الافوكادو والمانجا والبقدونس وكمان الخس، دي كلها غنيه بفيتامين ايه، وكمان بعض الزيوت زي زيت الذره، كمان المصادر الحيوانيه اللي فيها فيتامين ايه اللي هو البيض واللبن، دي المصادر اللي ممكن تاخد منها فيتامين ايه. طيب النسبه اللي المفروض اخدها من فيتامين ايه قد ايه في اليوم؟ النسبه بتكون من 15 ل 20 ملي جرام في اليوم بس، نسبه كويسه جدا لان اصلا فيتامين ايه بيتخزن في الجسم. طيب هل في النهايه بيزيد فيتامين ايه ولا ما بيزيدش؟ حالات الزياده او حالات النقصان مش منتشره فيه، لانه ببساطه موجود اشكال كثيره من النباتات، ده حاجه. والحاجه الثانيه انه بيتخزن في الجسم، لكن لو نقص بيسبب مشاكل في الخصوبه وفي النظر وفي المناعه وساعات برضو في الاعصاب. طيب هو هل بيزيد؟ حالات الزياده منه مش منتشره، مفيش حاجه كبيره تثبتها او تثبت المشاكل اللي بتحصل مع زيادته، وده لان اغلب مصادر اللي انت بتاخدها منه مصادر طبيعيه. وحتى ان كنت بتاخد مصادر زي المكملات الغذائيه، فانك حتى لو وصلت المستوى اللي هو 400 ايو اللي هو انترناشونال يونت اللي هو وحده القياس بتاعته، يعني خدت 400 وحده منه، فده برضو مش هيسبب مشكله عويصه، لكن المشكله ممكن تظهر مع الزياده منه بطريقه شديده جدا، لانه مثلا مرتبط بالنزيف الحاد مع الناس اللي بتاخد اكتر من 1000 ملي جرام في اليوم، يعني مستوى عملاق جدا جدا من فيتامين اي. بس ده كان فيديو النهارده، ما تنساش بقى تشير الفيديو في كل مكان عشان الكل يستفاد منه، وتنزل برضو تحت تشترك واللايك والشير والحياة من دي عشان ده دعم ليا عشان استمر. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.